مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة ومتجددة من برنامج مسائي. تتواصل فعاليات معرض الصناعات والبناء السابع لدعم الصناعة المحلية والمنتج الوطني. هذا المعرض الذي تنظمه شركة إكسبو تاج لتنظيم المعارض والمؤتمرات على مدار سنوات عديدة، واللي يؤكد مدى ثقة الشركات والجهات المختصة في هذا التجمع المميز. اليوم تواجدنا في معرض الصناعات والبناء السابع كمركز صباح الأحمدي لعرض مجموعة من الاختراعات الكويتية اللي تم تبنيها من قبل المركز، بالإضافة إلى عرض فترات فتح باب تسجيل الاختراعات واستقبالها وإحصائيات بعدد الاختراعات اللي تم استقبالها والتي تم تسويقها وتطويرها من قبل مركز صباح الأحمد. بالإضافة أن احنا حاليا في صدد فتح باب تسجيل براءات الاختراع للشركات، حاليا احنا فقط للافراد، وان شاء الله بالمستقبل في صدد عمل خطه لاستقبال طلبات تسجيل براءات الاختراع للشركات. ما شاء الله السنه المعرض متميز عن كل سنه، وهذه المرة السابعة لنا نشارك في المعرض. كل سنة عن سنة المعرض قاعد يتطور، والحمد لله احنا هني قاعدين نستفيد من المعرض، وكل سنة نحاول نطرح منتجاتنا الجديدة فيه. السنة ما شاء الله قدمنا الباب والشباك. طبعا هذه السنة الثالثة على التوالي ان احنا مشاركين في معرض الاكسبو تاج. عندنا تكنولوجيا جديدة ما تخص طبعا التصميم المعماري والتصميم الهندسي والتصميم الانشائي، فحياكم الله عندنا. وطبعا نشكر شركة الاكسبو تاج على التنظيم الرائع والراقي الصراحة. صلنا تقريبا 5 سنين نشارك مع معرض الجميرة، يحترم المعارض المهمة عندنا هنا بالكويت، يعني ما نطوفها كلش. وطبعا هذه السنة احنا عرضنا أبواب غير عن كل سنة، راح تكون هالسنة صناعة كويتية. طبعا هذا يساعدنا سرعة الإنجاز، الكواليتي يكون أفضل، ومسوين إن شاء الله خصومات على المعرض هذا. بالتعاون مع مؤسسة الرعاية السكنية، إدارة وتنظيم شركة إكسبو تاج لتنظيم المعارض والمؤتمرات، كل ما هو جديد في عالم البناء تحت سقف واحد. راح نتكلم حول هذا المعرض مع ضيوفنا في الاستديو، الأستاذة نادية سراب مدير عام شركة توب دور الأبواب الداخلية، والمهندس مازن بكر الشعباني مدير العمليات في أسيكو للصناعات، والمهندس عادل حسن مدير عام مجموعة أفكال مقاولات التكييف. أهلا وسهلا فيكم معنا. أهلا وسهلا بك. في البداية أكيد حابين أن تعرفونا أكثر بمجالاتكم وتخصصات شركاتكم، لكن بداية أبتدي معك أستاذة نادية. شركتنا إحنا تخصصها الأبواب الداخلية. نعم. طبعاً مخصوصة يعني للبي في سي، إنزين، خاصة حق الغسايم والشركات. دشينا ملاقصات حكومية. طبعاً تميز فيها الأبواب إنها عازلة ضد الماء. طبعاً عليها كفالة 5 سنوات، وفي عروض حلوة حق المعرض. نعم جميل. أستاذ مازن. أهلا وسهلا. عرفنا أكثر عن مجالاتكم وتخصصات شركتكم. إحنا شركة أسيكو للصناعات، متخصصة في صناعة أكثر مواد البناء، مثل الطابوق من الخرسانة الخلوية، الأعتاب المسلحة، الأسقف المسلحة. أيضا متخصصين في بناء الفيلات للمواطنين اللي حاصلين على أراضي من الدولة أو أصحاب القسائم الخاصة. نعم. أستاذ عادل. أهلا وسهلا. عرفنا على مجال شركتكم والتخصصات. احنا مجموعة أفقى تندمج تحتها 4 شركات، منهم شركة أفقى للتكييف المركزي، وهي منفذة أكثر من 6000 مشروع في البلد، 3 تحت قطاعات، قطاع التجاري وقطاع المشاريع الوزارية وقطاع المجمعات والفلل.
جميل. وعندنا شركة حمامات السباحة أفقا سويمنج بول، وعندنا مصنع التقنية لتصنيع مجاري الهواء، وعندنا مصنع الأندلسية لتصنيع مداخل ومخارج الهواء. نعم جميل جدا. أستاذة نادية، شنو هو الهدف من مشاركتكم في معرض الصناعات والبناء؟ طبعا احنا سباقين للمشاركة في المعرض، تقريبا صارنا من بداية المعرض 7 سنين واحنا نشارك فيه، وكل سنة عن سنة طبعا يكون أفضل. طبعا هدفنا من المكان هذا ان زيادة المبيعات، وطبعا المعرض لعب دور مهم بهالشيء هذا. فالحمد لله يعني احنا كل سنة راح نروح ونشارك المعرض هذا، ما راح نخليه. نعم استاذ مازن، كلمنا عن هدف هذه المشاركة. والله هدفنا احنا كأسيكو دائما نشترك بالمعارض المهمة، نفس معرض البناء السابع، معرض صناعات ايضا بيحقق اهداف الشركة وبيحقق اهداف المواطنين في مجال مواد البناء. طبعا احنا سباقين في صناعة المواد من الخرسانة الخلوية العازلة للحرارة اللي بتهم المواطنين وبتهم الدولة. طبعا بنأكد عملية الصناعة تبعتنا بأنها عازلة للحرارة اللي توفر الطاقة الكهربائية على المواطنين، وهذا الشيء اللي دائما تبحث عنه الدولة والمواطن، تقليل استخدام الطاقة. نعم. راح يؤدي إلى أن راح تقل فاتورة الكهرباء، وراح تكون الدولة أيضا تقلل في استخدام الطاقة الكهربائية على مستوى كبير في الفلل. نعم. نعم. أستاذ عادل، كلمنا على هدف مشاركتكم في هذا المعرض. إحنا حضرتك مشاركين للثالث سنة التوالي في المعرض، المعرض كل سنة في ازدهار. نعم. احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك 4 شركات، دايما بنعمل عروض لاصحاب الاسايم واصحاب المجمعات مع زياره الاستشاريين لينا ومهندسين الوزاري، بنشرح لهم عندنا الات العمل وكيفيه التنفيذ. نعم. وبنشرح لهم دايما البرودكت اللي عندنا، لان الشركه بتاعتنا هي رقم واحد في مبيعات كاريا لسنه 2016 و2017، واحنا الوكيل الحصري لكوليكس في المينيز بليت والكاسيت وفري ستاند في الكويت، فدايما بنحب نوعي العميل مراحل العمل في البيت بتاعه. نعم جميل جدا. الحين بنتكلم اكثر بشنو مشاركين في هذا المعرض، وشنو هو الجديد اللي تقدمه كل شركه فيكم. نبتدي مع استاذه ناديه. طبعا احنا مشاركين بالابواب الداخليه، طبعا صار لنا 7 سنين الحين مشاركين فيهم، 6 سنين كنا نستورد الابواب من خارج الكويت. هالسنة راح تكون هذه أول مشاركة حقنا صناعة كويتية وطنية 100%. مع راح نقدم تشكيلة جديدة حق المعرض هذا، وخصومات حلوة حق أصحاب القسائم والشركات. نعم جميل جدا. أستاذ مازن، كلمنا على الأمور اللي مشاركين فيها في هذه المعرض وما الجديد. والله احنا مشاركين في يعني أكثر المواد الإنشائية، على سبيل المثال الطابوق الأبيض العازل للحرارة، الأسقف المسلحة، الأعتاب المسلحة من الخرسانة الخلوية، وأيضا مشاركين في عرض الأسمنت، أسمنت أسيكو. أيضا مشاركين في البلاط المتداخل، منتجنا الجديد البلاط المتداخل. غير أن احنا طبعا عندنا مصنع خلط جاهز، نقوم بتوريد جميع الخرسانات الخلط الجاهز لجميع القسائم. أيضا الجزء الثاني من المعرض هو عبارة عن بناء فيلات المواطنين، عاملين عرض لبناء فيلا من الخرسانة الخلوية، وأقصد من الخرسانة الخلوية لأنها كلها راح تكون فيلا معزولة من الحرارة، وبالتالي راح توفر الطاقة على المواطنين وعلى الدولة. الفيلا تنفذ بزمن قياسي 7 أشهر، بنعطيه للكستمر العميل بنعطي له 30 سنة كفالة على الهيكل. بنشطب الفيلا من ألف إلى الياء، ما في داعي المواطن أنه يروح على أي مكان أو أي صاحب قسيمة يروح على مكان يسوي مثلا المخططات، لا احنا بنجهز جميع المخططات المعمارية والإنشائية اندور داخل الشركة. عندنا أكبر صالة عرض في برج الحمرة في مكتبنا في الدور 34، نعرض فيه جميع أنواع التشطيبات، يعني عندك خيارات واسعة جدا، المواطن عنده خيارات واسعة أنه يختار أي نوع من أنواع التشطيب، سواء باب أو شباك، ألمنيوم، سيراميك،
جميع تفاصيل الفيلا. هذا كله احنا حاطينه بعرض ان شاء الله بمعرضنا، الزبائن راح تشوفه عرض 69900 فيلا متكامله مشطبه جاهزه للسكن. نعم استاذ عادل، كلمنا بشنو مشاركين في هذا المعرض وما الجديد؟ ان احنا السنه دي الجديد اللي هو مصنع الاندلسيه. مصنع الاندلسيه ده لمداخل ومخارج الهواء. احنا عندنا مصنع في مصر، فتحنا السنه اللي فاتت مصنع في الكويت، خلصنا اعتماداته والسنه دي احنا بنطرحه. نعم. زائد القسم التجاري بتاعنا اللي هو ماضي وكاله كوليكس الحصري للكاسيت وفريستاند. زائد ان احنا بنعرض السنه دي على مصنع فالفات بنفتحه برضه في الكويت. ده خاص بالاقسام الجديده، اما الاقسام القديمه اللي موجوده في الشركه اوريدي، الشركه مؤسسه من 12 سنه، هي منفذه معظم مشاريع مهمه في الدوله. والشركه من احدى مشاريعها المنفذه الموروث الشعبي، احنا اللي منفذينه الست مراحل بتاعته، متحف السيارات الكويتي. وعندنا عده مشاريع في الوزاره بلس المشاريع اللي هي الكوميرشال الفيلل. احنا قلت لحضرتك منفذين بس في الفيلات 4000، فعندنا سابقة الاعمال اللي تخلينا ندي للعميل جميع الاراء وطرق التركيب والفاسيلتي اللي يقدر يختار فيها مع الثقه والجوده. حلو. اكيد انت وكل واحد فيكم يعني من شركاتكم شاركتوا في هذا المعرض اللي اكثر من سنه، فكل سنه اكيد في هناك ما هو جديد في هذا المعرض من ناحيه التنظيم، من ناحيه التعامل، من نواحي الاخرى. يا ريت لو كل واحد فيكم يقول لنا شلون يشوف مشاركته في هذا المعرض. نبتدي معك استاذه ناديه. طبعا كل سنه على الثانيه نشوف المعرض ينتشر اكثر بالكويت. كميه الاعداد الكبيره التي لنا المعرض كل سنه تزيد. تنظيم وايد حلو، كل سنه يتطور اكثر. اعلانات اكثر، فيديوهات اكثر، مقابلات بالتلفزيون. يعني قاعد نشوف انه تطور دائم بالمعرض هذا. يعني ننصح بالمشاركه فيه دائما. نعم جميل. استاذ مازن شلون تشوف مشاركتكم فيه؟ والله اضم صوتي للاخت سراب الموضوع ان احنا دائما نشارك في معرض اكسبو تاج لانه بيحمل عنوان الصناعات والبناء. نعم. واسيكو طبعا اسيكو صناعات وايضا بناء. نعم. فدائما مشاركتنا بهذا المعرض نحصل على عدد كبير من الكاستمرز المهتمين، بيزورونا كثير ناس بيحتاجوا نوعيهم في كيف تستخدم مواد البناء، ايش المواد البناء الافضل لفيلتك أو لبيت العمر. نعم. وبصراحة إقبال جيد جدا، ومعرض ما شاء الله ناجح وإعلاناته في كل مكان. نعم. جميل جدا. أستاذ عادل شلون تشوف الأهمية اللي تمثلها لكم هذه المشاركة بالنسبة لشركتكم؟ والله هي الأهمية كلها إنه بيخلي المالك ما يحترش ويروح لشركات كتير جدا. بيقدر يحصل كل الحاجات او كل مراحل العمل في المنزل بتاعه في نفس المعرض، بخلاف التنظيم بتاع المعرض وورش العمل. فبتخلي الكاستمر حتى لو عايز يعرف طريقه العمل في بيته ومراحل التركيب، مش شرط للتكييف، لاي براند تاني او برودكت موجود بيبقى في ورش عمل وبيشرحوا، في مهندسين موجودين وفي اقبال من المهندسين اللي دايما بيكونوا مهتمين عايزين يعرفوا العميل طريقه عمل البيت وطرق احتمالات الشغل وطرق انه يتجنب الاخطاء اللي موجوده دايما مع الشركات الصغيره. نعم. اذا بنتكلم اكثر على الخدمات اللي حابين ان تعرفون فيها المشاهدين استاذه ناديه. طبعا الخدمات اللي نقدمها للمعرض هذا المره تشكيله جديده من المنتجات، خصومات كبيره حق اصحاب القسايم واصحاب الشركات. وعندنا عروض خاصة للمعرض طبعا. نعم استاذ مازن. عرضنا الخاص طبعا كما اشرت اليه، العرض اللي هو ال 69900 فيلا مشطبة على المفتاح، شاملة كل شيء حتى التصميمات المعمارية والإنشائية، التراخيص، يعني بنخلي دائما العميل ما يحتاج انه يروح برا اطار الشركة، موجود عندنا يقدر يخلص كل شغله داخل الشركة. نعم. هذا العرض اللي موجود هلا حاليا في المعرض. نعم. نعم استاذ عادل شنو هي الخدمات اللي حاب تعرف فيها للمشاهدين؟ والله هي الخدمات اللي احنا عايزين نحببها للمشاهد ان احنا دلوقتي كمصنع او كشركه بنخلي كل الحاجات المهمه في تنفيذ الاعمال
اختصاصها يكون مصانع جوه الشركة عندنا. فعشان كده عملنا المصنع بتاع الصاج اللي هو بيخدم الشركة وبيخدم الكاستمر، وعملنا مصنع الديفيوزر عشان يخدم برضو الكاستمر ويخدم البيت بتاعه، بحيث إنه ما يكونش فيه تأخير عنده في الأعمال. وفي نفس الوقت احنا دايما لما بيجي العميل بنفضل نشرح له في البوس وفي الجناح بتاعنا طرق التركيب، الديزاين بتاع البيت، شكل التركيب، قطع اللي هتركب في البيت عنده، فبيكون عنده دراية أكتر لما بيكون شايف الحاجة واقعياً قدامه. صح صح. هل في قاعد تشوف في تجاوب من هذه الناحية؟ في ناس تيجي تسأل كتير جداً. أنا ما شبه مثلاً الكاستمر بيكون موجود في البوس أكتر من 15 دقيقة. نعم. بيشوف طريقة التركيب، بيشوف المخطط، بيشوف حتى النبذة عن المشاريع اللي احنا بننفذها. اللي احنا واخدين شهادات الايزو للمصانع بتاعتنا وللشركة بتاعتنا، ودايما بنطور، فبخلي عندي قسم المبيعات يمشي مع الكاستمر بند بند. حتى في المواصفة يشرح له المواصفة بتاعتنا حتى لدرجة خطوات العمل اللي موجودة عندنا، يمشي نقطة نقطة عشان دايما يكون مرتب أولوياته في الشغل، ما يحصلش عنده مس أندرستاند. نعم، كل الشكر على تواجدكم معنا اليوم، نورتونا. شكراً. وشكرا على هذه المعلومات اللي قدمتوها، ويعطيكم العافية أكيد على هذه الجهود اللي قاعد تبذلونها من خلال هذه المعارض. مشاهدينا، احنا الحين بنروح ونشوف هذا التقرير الخاص بفعالية معرض الصناعات والبناء، وردي لكم. معرض أكثر من رائع، المشاركين أمانة اللي عجبني إن أغلبها شركات كويتية، صناعة كويتية محلية وبإدارة شباب كويتيين. الواضح في المعرض أن التنظيم جدا راقي، اختيار المشاركين والراعين للمعرض أيضا يدل على الخبرة والحنكة في إدارة المعارض. وأنا كزائرة عادية ما لي خبرة بهالمجال استفدت وايد، ولو كنت قاعدة أبني بيت أو شاليه كنت راح أخلص تقريبا كل شغلي بمكان واحد وبيوم واحد. معرض الصناعات والبناء السابع من 11 إلى 14 من ديسمبر 2017 بفندق الجميرة بدولة الكويت، برعاية وزير الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت، بالتعاون مع مؤسسة الرعاية السكنية، إدارة وتنظيم شركة إكسبو تاج لتنظيم المعارض والمؤتمرات. حقق مدير مركز تدريب الغوص في النادي العلمي الأستاذ مشاري محمود الخباز إنجازا دوليا يسجل له كأول غواص من الكويت والشرق الأوسط يزور ويستكشف جزيرة وينو في المحيط الهادي. واليوم راح يكون ضيفنا في برنامج مسائي، وراح يكلمنا عن هذه الرحلة والتجربة الفريدة. أهلا وسهلا فيك. هلا والله أختي، هلا، كيف حالك؟ يعني هذه أتوقع هذه التجربة والمغامرة جميلة بحد ذاتها أن احنا نتكلم فيها أيضا كإنجاز يحسب لك ككويتي وأول شخص من الشرق الأوسط يزور هذه الجزيرة. قبل ما نتكلم عن هذه الرحلة المميزة أستاذ، ودنا نتكلم عن دور النادي العلمي الكويتي في تنظيم رحلات الغوص داخل وخارج الكويت. طبعا يعني لله الحمد، أنا يعني اشتغلت في البداية في النادي العلمي الكويتي يعني كمدرب من سنة 2009، ولكن من يوم تأسس المركز في النادي العلمي. نعم. وهو كان ينظم الرحلات الداخلية والخارجية بالذات، طبعا ناخذ مجاميع من الأعضاء، أعضاء النادي، إنزين، ونشوف لنا أماكن فيها مغامرة واستكشاف لأماكن جديدة للغوص، منها يطورون مهاراتهم والعلم، علوم الغوص عن طريق النادي العلمي. فكان هو يعني من الأندية السباقة في هذه المجالات هذه. نعم. إيه نعم. طيب أستاذ مشاري، يعني شنو الفائدة من هذا النوع من الرحلات، خاصة رحلات الغوص؟ احنا يعني خاصة نختار نوع معين يسمونه الليفابورد، اللي هو ان احنا نقيم داخل مركب ينتقل فينا مدة 7 أيام داخل البحر من منطقة إلى منطقة. الفائدة في هذه الرحلات ان نقدر ان احنا نوصل للمغاصات اللي في الرحلات اليومية القوارب ما تقدر توصل لها، فنوصل لأبعد النقاط الموجودة.
طبعا هذه الرحلات تحتاج تنظيم خاص لان احنا قاعد ننتقل في اماكن ما فيها اي وسائل صحيه وامور من هذه، فلازم ان احنا نكون مستعدين. إيه؟ مستعدين ومرتبين اموركم طبعا. إيه؟ فلذلك يعني لما احنا ني ننظم لها كنادي علمي يعني طبعا بنكون مرتبين جميع الامور هذه. نعم. ولكن مثل ما قلت لك رحلات الليفربورد تعطي الغواصين الثقه اكثر بانفسهم وقدراتهم من خلال المغاصات اللي بيشوفونها، وهي اغلبها مغاصات يعني يرتادها قليل من الغواصين. نعم. عرفت شلون؟ نعم. فتعطيهم الثقه بانفسهم. نعم. غير الثقه استاذ مشاري، شنو يعني تعطي يعني اي شخص يبي يغوص؟ شنو الشعور اللي يحس فيه؟ يعني احنا كاشخاص عاديين مثلا ما جربنا مغامره الغوص، ودنا نحس باللي يحس فيه الغواص، لان دائما نشوف لما الواحد يجرب اكسبيرينس او تجربه الغوص تحس يصير مدمن خلاص، يبي يروح اماكن جديده، يبي يستكشف اماكن غوص جديده ويسافر لهذه الاماكن ويتعنى مثل حضرتك مع الرحله اللي رحت لها وحققت فيها انجاز. شنو يحس فيه الغواص؟ طبعا شوفي، هو شعور الغواص اول غوصه له هذا شعور لا ينسى، انك انت قاعد تكسرين الطبيعه اللي انك انت تتنفسين على السطح والسطح. انت راح المره تتنفسين تحت الماء، زين، ومو بس راح تتنفسين تحت الماء، راح تشوفين المخلوقات اللي هي كنتي يعني في السابق يعني مثلا تشوفينها بسوق السمك او تشوفينها بالحوض الزجاجي اللي صح. موجود في البيت، المره راح تشوفينها وجها لوجه، وقد تكون منها القرش. أيه؟ شلون؟ أيه؟ وهذه كلها الاسماك هذه يعني بالاضافه الى القرش ما هي الا يعني اشياء جميله ترى راح نشوفها. صح. لان البعض قد يعتقد انه في مخاطر من هذه الاسماك. طبعا يعني كغواصين جدد احنا يعني في النادي العلمي ناخذ هذول الغواصين معانا في الرحلات اللي سبق ان احنا ذكرناهم، انزين، وصدقيني يعني لما يطلعون في هذه الرحلات ما راح يقدرون انهم يبطلون الغوص. صح. ليش؟ يعني عالم جديد يكتشف الإنسان تحت الماء، سياحة جديدة يعني غير السياحة اللي اعتادها الإنسان إنه يروح مثلا مدن الملاهي والأسواق والأمور هذه. نعم. لا، هالمرة أنا بشوف أشياء جديدة تحت الماء. نعم. إيه، فهي جدا ممتعة وتخلي الواحد يتعلق فيها. نعم. أنا حبيت أسأل هالسؤال لأن أنا أعرف وايد ناس مثل ما قلت لك يتعنون ويسافرون عشان يروحون في رحلات غوص، ورحلات مثل ما أنت ذكرت تمتد لأيام يعني وأسابيع بعضهم. صحيح. فهذه المتعة ود الواحد أنه هو يعرف عنها أكثر، مثل المتعة اللي أنت جربتها في رحلتك أثناء استكشافك لجزيرة وينو، كلمنا عن هذه الرحلة. والله شوفي يعني المكان اللي طبعا أنا قعدت فترة أخطط أني أروح هذه الجزيرة يمكن من شهر 4 اللي فات، وأنا بس أراسل وأدش عليها في مثلا جوجل وأدور عليها وأدور معلومات وكتب وأمور من كذي. يعني إحساسي فيها كان إحساس السندباد صراحة يعني. ليش؟ لأنها مكان يعني غير مأهول بالسكان أصلا، يعني مقطوع عن كل الخدمات اللي ممكن ان احنا نتخيلها، حتى يعني لو جينا نتكلم من ناحيه سفارات مثلا واحد احتاج اي مساعده ما في، ماكو شيء. اي فيعني هي كانت مغامره جدا يعني شيقه، انا كنت يعني مخطط لها عدل، ولكن ما يمنع ان لا كنت شويه حاتي، ها شنو بلاقي قدامي. إنزين، هل بيكون الموضوع سهل؟ هل بيكون الموضوع صعب؟ فهي يعني تجربة جديدة يعني بحد ذاتها إن إحنا نروح لغاية المحيط الهادي. صح. يعني من هالرحلات ما قد يعني سبق إن إحنا نظمناها. أي يعني هذا النوع من المغامرة، يعني أستاذي مبين إن أنت تحب المغامرات. نعم. تحب الجازف. أي. لدرجة إنك خططت لي هذه الرحلة من مدة، يعني ما. نعم. ما هي كانت وليدة اللحظة مثل ما يقولون. تخطيطك لهذه الرحلة إيش كثر استغرق؟ والله شوفي أنا أقول لك يعني أنا قعدت يعني تقريبا من شهر 4 لغاية يمكن شهر 7 وأنا بس أراسل وأبحث عنها وأقرأ وأشوف شلون طريقة الوصول لها. يعني مكتب السفريات اللي أتعامل وياه يمكن أحس أنه كان وده يقول لي لا أنا ما راح أحجز لك التذكرة، عرفت شلون؟ لأن فعلا كان تنظيم الخطوط الطيران كان صعب. إيه. إيه.
خاصة أنه يمكن بس شركة طيران واحدة هي اللي تنتقل للجزيرة. وش كثر الوقت؟ هو شوفي يعني أبعد نقطة كانت اللي هي من الكويت لمانيلا، ولكن المشكلة في أن احنا نحدد من مانيلا لغاية الجزيرة. إيه؟ لازم ننزل كذا جزيرة عشان أطبها منها جزيرة تحت ال أو خلينا نقول هي جزيرة تابعة لأمريكا. نعم. إيه الولايات المتحدة الأمريكية. فيفترض أنه يكون للمسافر تأشيرة دخول. نعم. للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا يعني هذه من ضمن العقبات اللي كانت تواجه يعني حتى اللي كان يبي وياي. زين إنه لازم يقدم لي كذا تأشيرة. نعم. أيه. يعني الواحد يقول ساعات إيش هالشقة. أيه. يروح الواحد. أيه. يشقى عمره. أيه. وسفرة طويلة وفيها. صح. تعب وبتغوص فوق. أيه. يعني هم هذا الجهد مضاعف للموضوع، لكن اللي يحب المغامرة يحب إنه هو يستمتع في هذه اللحظات، وحتى ولو كان فيها. أيه. شقة راح يستمتع فيها. استعدادك لهذه الرحلة شلون كانت؟ والله شوفي من ناحية الاستعداد الحمد لله، يعني احنا في النادي العلمي عندنا يعني تجهيزات كاملة، يعني من ناحية معدات الغوص، من ناحية معدات شخصية او معدات السلامة، كلها يعني الحمد لله يعني متوفرة عندنا، واستعنا في يعني الأشياء اللي احنا معتادين عليها كغواصين. نعم. إنزين ما كان عندي أي مشكلة في هالأمور هذه. حلو. إنزين ولكن هي بس عملية التخطيط للرحلة، أما الاستعدادات يعني الحمد لله خبرتنا السابقة. نعم. يعني تأهلنا أن احنا نروح أي مكان نقدر نغوص فيه بأمان وبسلامة يعني. نعم. نعم. طيب ليش اخترت هذه الجزيرة تحديدا؟ شوفي في كثير من الأماكن اللي ممكن ان احنا نلاقي فيها حطام سفن، الجزيرة هذه تمتاز بوجود حطام السفن. انزين ولكن مقارنة في بعض الدول موجود عندهم حطام السفن. نعم. انزين ولكن صناعي. يقومون هم ينزلونه بانفسهم. إيه؟ فيكون الحطام حلو ولكن ما في ما يروي لك قصه. إيه؟ في جزيره وينو او يسمونها تراك لاجون. هذه الجزيره كانت قاعده حربيه. صحيح. السفن اللي موجوده فيها كلها انزين سفن حربيه ومحتوية حقيقيه. نعم. وتحتوي على يعني أشياء تخص البحارة ومن الإمدادات العسكرية. وكل ما هو كان موجود على هذه الباخرة لا زال تحت الماء، يعني لدرجة أن حتى في بعض الأحيان نلاقي عظام. إنزين فالسفينة بحد ذاتها تحكي قصة. تاريخية. إنزين وكذلك أن لها يعني مغامرة من ناحية الغوص. أنك أنت قاعدين تغوصين على مكان يعطيك كل الامتيازات، ان تقدرين انك انت تغوصين حوالين الحطام، تقدرين انك انت تدخلين داخل الحطام وتكتشفين. أيه. الاشياء كما هي، ما حد لمس فيها شيء. نعم. أيه. طبعا الاصعب اتوقع هو لما الدخول الى داخل. نعم. السفينه. أيه. لان في بعض الاماكن تكون ضيقه. أيه. فهني اتوقع الواحد يواجه صعوبه في التنفس. أكيد. ممكن انه. أيه. يعني فيها مخاطره كبيره. شوف هو يعني في اماكن يعني هم حتى يعني المشرفين اللي موجودين هناك ينظمون الغوص، هم على علم في الخطوط اللي يسلكونها تحت داخل الحطام. وتعتمد طبعا يعني على حسب مستوى الغواص اللي هو قاعدين يغوصون معه. إيه؟ ففي بعض الأحيان مثلا إذا كان الغواصين قليلين الخبرة يكتفون بأن يغوصونهم من الخارج. إيه؟ لله الحمد يعني احنا دخلنا داخل الحطام واستكشفنا، يعني صح مثل ما تفضلتي في أماكن ضيقة في أماكن مظلمة. صح. إنزين يعني في عندهم مهارة هم كمرشدين تحت الماء، والحمد لله هم احنا عندنا المهارة. يعني استكشفنا المكان كله طبعا. يعني صح ممكن احد يقول ليش انا ادش داخل اشوف الحطام هذا او كذا، انا اشوف من برا. زين ولكن هي يعني مثل ما قلت لك محتويات هذه السفينة هي اللي تخليك ودك انك انت تدشين داخل وتشوفين شنو الاشياء اللي موجودة لا زالت يعني داخل هذا التاريخ. هذا إيه بحد ذاته تاريخ، يعني لدرجة انه يعني حتى اثناء الرحلة بديت يعني ما افكر وين انا راح اغوص. انزين يعني شنو شكل المغاص هذا الا لما اني انا اقعد اقرا عنه. إيه؟ إيه لكل يعني حتى يعني من الاشياء المضحكة ان يعني في حتى غواصة غصناها
وقعدت أقرأ عنها اكتشفنا أنها هي ما غرقت بسبب القصف، هي غرقت بسبب خطأ من البحرية من نعم. السرعة والعيلة نعم. غاصوا في الغواصة ونسوا البوابة مفتوحة وغرقت فيها. فيعني أنا مثل ما أقول لك يعني تقرين عنهم قصص نعم. يعني عن سبب الغرق وعن مثلا الأمور السياسية اللي كانت موجودة في ذيك الفترة، الأمور الجغرافية، فهذا الشيء يخليك ترتبط عفوا بالرحلة بحد ذاتها. نعم. يعني جميل هذه روح المغامرة اللي فيك أستاذ مشاري، يعني وجميل أنك أنت قاعد تعنى وتروح تستكشف هذه الأماكن علشان تي هني عندنا وتي عند ربعك وأهلك وتسولف لهم عن هذه الرحلة. حلو أن الواحد يحمل معاه قصة خاصة إذا كان متعلق بمكان تاريخي. كل الشكر لك أستاذ مشاري الخباز مدير مركز تدريب الغوص في النادي العلمي على تواجدك معنا اليوم. الله يسلمك، مشكورة، جزاك الله خير. مشاهدينا احنا مستمرين معاكم لكن من بعد هذا الفاصل. لا تقلق، يومين وزول المرض، جملة يرددها الطبيب في كل مرة نمرض فيها، فجهاز المناعة الجسدي يعمل لمدة 24 ساعة لمحاربة الأمراض والفيروسات اللي تحاول اختراقه. أما بالنسبة إلى الحالات النفسية فشنو اللي يحمينا من شدة الأحاسيس؟ هذا اللي راح نعرفه مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الناصر على اختصاصي علاج نفسي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا بك يا دينا وأهلا بالسادة المشاهدين جميعا. شكرا لك على حضورك، نورتنا هني في استديو مسائي. دكتور، المناعة النفسية هل هي وهم أم حقيقة؟ علشان أجاوبك على السؤال ده خليني أحكي لك قصة بسيطة قام بها أحد الباحثين والمشتغلين في مجال العلاج النفسي بشكل عام، اسمه دكتور دانيال جيلبرت، ده أستاذ في جامعة هارفارد. نعم. في مرة من المرات اجتمع بالطلبة بتوعه وحاول ان هو يقيس عندهم شيء معين، يقيس عندهم خبرات الماضي وتصورهم للمستقبل. نعم. فسألهم سؤال، انت لو مريت بحالة خسران لشيء انت بتحبه او لشخص عزيز عليك، ايه اول شعور انت هتحس بيه؟ كل الطلبة وكان عددهم اكتر من 150 طالب قال اكيد هحزن، اكيد هكتئب، اكيد هدخل في مود ان انا انعزل عن الناس. سأل الدكتور طب ليه ده أول شعور أنت هتحسه؟ نعم. شاف أن مجموع خبرات الماضي اللي الإنسان بيمر بيها هي بتأثر كتير جدا في مشاعره الحالية. نعم. إذن جهاز المناعة مستحيل يكون وهمي لأنه بيقيس المشاعر اللي احنا بنقيس اللي احنا بنحسها دلوقتي بناء على خبرات الماضي اللي احنا بنمر بيها. نعم، فهي حقيقية وموجودة طبعا أكيد. نعم دكتور، إذا بنتكلم أكثر ونوضح أكثر مفهوم جهاز المناعة النفسية، المقصود بالمناعة النفسية هو اختصارا بنرمز لها بالـ PNI أو السايكو نيورومينولوجي، هي مجموعة الخبرات اللي الشخص بيمر بيها دانا، ومجموعة الاعتقادات ومجموعة المشاعر ومجموعة السلوكيات اللي بيقوم بيها من أول ما بيبلغ، من أول ما بيدخل سن البلوغ إلى سن الشباب، سن الرشد، سن النضج. نعم. كل هذه الفترة هي بتشكل ما يسمى بجهاز المناعة. إن تم تشكيل أو إن شعر الشخص في فترة معينة من فترات حياته بأزمة معينة ولا يتجاوزها، إذن هناك خلل في جهاز المناعة. نعم. خليني أقول إن جهاز المناعة هو جهاز ليس ملموس ولكنه محسوس. زي الجهاز الجسدي بالضبط. نعم. مفيش جهاز أو الجهاز المناعة المتعارف عليه طبيا اللي احنا نشير إليه. نعم. عند تعرض الشخص لأزمات في برد أو مثلا صداع نصفي، مفيش جهاز جوه الإنسان اسمه جهاز المناعة، لكنها دلالة. دلالة على إن قدرتك أنت على تحمل الشيء سواء نزلة البرد أو الصداع، هل هي قدرة مرتفعة ولا قدرة منخفضة؟ نعم. علشان كده بنقيس وجود جهاز المناعة. إذن جهاز المناعة هو جهاز غير ملموس، هو جهاز محسوس. بنعرفه إزاي؟ بنعرفه من خلال مجموعة الخبرات اللي الشخص بيمر بيها، سواء كانت خبرات إشباع أو خبرات إحباط. نعم، يعني الدكتور عشان بس أوضح نقطة للمشاهدين وعشان هم نفهمها أكثر،
جهاز المناعة النفسية هو مدى تقبلي للموقف اللي حصل، سواء خلينا نضرب مثال على موقف الخسارة. نعم. موقف الخسارة هذا إذا أنا شعرت فيه، آه، مدى تقبلي لهذه الخسارة وشون أتعامل معها، هل هذه هي المناعة النفسية؟ ده يدل على أنك تمتلك مناعة نفسية قوية. إن تقبلت شعور الإحباط أو إن تقبلت الخسارة، ولكن إن لم تتقبلها وقررت العزلة، نعم، أو قررت أن أنت تدخل في مود سيء، فده معناها ضعف جهازك المناعي ببساطة. شذي صارت واضحة. جميل. طيب دكتور، شنو علاقة المناعة النفسية بالصحة والمرض؟ جميل. العلاقة دايما بتبقى علاقة ارتباطية، بمعنى كلما زادت قوة الشخص وكلما زادت قناعات الشخص نفسه عن أنه يقدر يتجاوز أي مشكلة، زاد مفهوم الصحة. وكلما كانت قناعات الشخص وخبرات الشخص بتقوله أنت أضعف بكتير جدا من المواجهة، وأنت أقل بكتير جدا من معايشة الموقف الصادم، ده بيدخله دايرة المرض. المرض هو طبعا احنا بنتكلم في المناعة النفسية، فالأمراض النفسية سواء قلق، سواء اكتئاب، سواء نوبة فزع، سواء وسواس بكل أشكاله، يبقى علاقة جهاز المناعة هو علاقة ارتباطية. كلما كان قويا كلما امتلكت صحة نفسية قوية، وكلما كان ضعيفا كلما وقعت في براثن أو دائرة المرض. صحيح. طيب دكتور، أنت توي قلت أن المناعة النفسية هي شيء محسوس، لكن هل له مكونات وعناصر معينة؟ طبعا أكيد. الإنسان هو 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 نتاج البيئة يا دانا. الإنسان هو نتاج البيئة. طب إيه البيئة؟ البيئة مش بس أبويا وأمي وأصدقائي ومدرستي. لا، البيئة كمان هو كلمات لأ اللي أنا سمعتها من أبويا وأنا صغير، لما كنت أقول له مثلا أنا عايز الشيء ده دلوقتي، فكان يقول لي لأ. الخسارة اللي أنا اتعرضت لها مثلا لما كنت طفل، في أني خسرت لعبة معينة اتكسرت مني، دي كلها بتكون مفهوم المناعة، أو دي كلها بتكون حالة الصلابة النفسية اللي احنا بنرمز لها للمناعة. وبالتالي علشان نقول إيه اللي بيكون المناعة النفسية، بنقول البيئة اللي هي الماضي، نعم، وخبرات لأ وخبرات الإحباطات اللي أنا تعرضت بيها، نعم، الحاضر بيكون المناعة، مهاراتي اللي أنا بتعلمها، تصوري وصورتي عن نفسي، أنا شايف نفسي إزاي؟ أنا شايف نفسي أضعف من المواجهة ولا قد المواجهة؟ تصوري عن نفسي حاليا. نعم. الرقم ثلاثة اللي بيكون جهاز المناعة أو مكونات جهاز المناعة هو العقل. العقل وليس المخ. في فرق كبير جدا، وفي يعني خلط كبير عند كثير من الناس ما بين العقل والمخ. المخ هو الجهاز اللي هو موجود، اللي مجموعة الخلايا. نعم. أما العقل أو المايند هو مجموعة الإدراكات والتصورات والخبرات والأفكار اللي أنا كلها شكلتها في الماضي وبستخدمها في الحاضر. نعم. إذن الماضي بيشكل جهاز المناعة، خبرات لأ والتعرض لإحباطات هي مكون من مكونات جهاز المناعة. طبعا. الحاضر في تصوري عن نفسي وصورتي قدام ذاتي، دي بتشكل جهاز المناعة. آخر حاجة هي العقل، مجموعة الإدراكات والتصورات والأفكار والمعتقدات اللي أنا بعيشها، هي كمان أحد مكونات جهاز المناعة. نعم، ممتاز. دكتور، ما هي علاقة الوعي بالمناعة النفسية؟ جميل. أنا دائما أقول لعملائي أو المرضى اللي بيزوروني في العيادة إن نص علاج أي مشكلة يا دانا، حتى لو كانت صحية، حتى لو كانت جسدية، هي الوعي بالمشكلة. وعيك بمشكلة معناه تجاوزك 50% من المشكلة في حد ذاتها. ليه؟ لأن الوعي هو الشيء الوحيد الفارق ما بين الإنسان وسائر الكائنات الأخرى اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. الفرق ما بيني وما بين الجماد هو الوعي. نعم. الفرق ما بيني وما بين الحيوان هو الوعي. إذن كلما كان الوعي مرتفعا، كلما كان جهاز المناعي قوي. طيب أنا إزاي أربط ما بين وعي وما بين تقوية جهاز المناعة؟ وعيك بأن أنت تعرف إيه هي نقاط قوتك وإيه هي نقاط ضعفك، ده وعي. الوعي أنك تعرف أنك ليك قدر معين من الطاقة. نعم. ما تقس هذا القدر بناء على أخوك أو بناء على ابن عمك أو بناء على أبوك. صح. أبوك قد يتحمل، لكن صح، أنت حدود قدرتك ضعيفة. فأنت تعامل مع هذه الحدود في هذا المستوى. نعم. بس يعني إن هو يكون مدرك لهذه الطاقة، مثلا لما قلت الطاقة، يكون مدرك إلى حدود طاقته، إلى حدود قدراته، ليس طاقته، إلى حدود
قدراته يا دينا، حدود قدراته. نعم دكتور، احنا مستمرين معاك لكن مشاهدينا نروح الفاصل ورادين. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ومستمرين في حوارنا حول المناعة النفسية مع الدكتور عبد الناصر علاء. دكتور، يعني تكلمنا عن المناعة النفسية وشرحناها بشكل يعني إن شاء الله المشاهدين يكونون استوعبوها، لكن الحين نبي نسأل على تأثير المناعة النفسية، هل لها تأثير على المناعة الجسدية؟ الجسم والنفس وجهان لعملة واحدة، يعني لا يمكن فصل النفس والمشاعر والأحاسيس عن أعضائك الجسدية. خليني أديكي مثال. أحد السيدات فجأة وهي بتتكلم في التليفون تفقد حاسة السمع. نروح نعمل لها MRI ونعمل لها تحاليل ونكشف على الأذن والأذن الوسطى، مفيش حاجة. مفيش حاجة يعني فيزيكال، مفيش حاجة عضوية. صح. السبب فين؟ السبب نفسي. إزاي نفسي؟ كانت المكالمة الأخيرة اللي هي بتتكلمها كانت مع صديقتها، سمعتها خبر إن فقدت شخص هي آخر شخص من الممكن تخيله إن هي تفقده، وبالتالي كان وقع هذا الضغط عليها كبير جدا لدرجة إن هي فقدت حاسة السمع. قيسي على ده بقى حاجات كتير جدا. صح. يا دانا، القولون العصبي. صح. الناس اللي فجأة تفقد قدرتها على الحركة، وبعدين بعد تحاليل وبعد سفر وبعد تشخيصات كتير نكتشف ان مفيش سبب عضوي. إذن النفس بتتأثر بالأفكار والمعتقدات، وبالتالي ده بيؤثر في الجسد. إذن طبعا في علاقة قوية جدا ما بين جهاز المناعة النفسي، كلما كان قوي كلما كانت صحتك الجسدية على خير ما يرام. صحيح. وبالتالي دايما نوجه الناس على انك لا تهمل بعض الأعراض النفسية اللي انت بتحسها مثلا لفترة أسبوعين متواصلين، ما تهملهاش، لأنها مش بس هتفضل أعراض نفسية، هي فجأة ممكن تتحول لعرض جسدي، ودي كتير بنشوفه في الحالات والمراجعين اللي بيراجعونا. صح دكتور، على هذا المثال أيضا نقيسها على مرضى السرطان، دائما يقولون أن علاجهم نفسي أكثر مما هو علاج جسدي، يعني لازم نحرص على نفسيتهم وشون نعاملهم وشون نكون حوالينهم، لأن هذا رح يعني. خليني أقول لك حاجة دانا، أن اكتشفوا في جامعة نورث كاليفورنيا في دراسة 2017 أن هناك علاقة ارتباطية وثيقة جدا ما بين تنشيط الخلايا السرطانية وما بين الحالة النفسية للشخص. يعني قاسوا على 45 شخص من المصابين من السيدات المصابين بسرطان الثدي أو البريست كانسر، اكتشفوا أن الفترة ما قبل اكتشاف سرطان الثدي، فترة الثلاث شهور دول، كانوا بيمروا بأزمة نفسية شديدة جدا ملهاش علاقة خالص بالمرض، لسه لم يكتشفوا السرطان، ولكنهم مروا باكتئاب أو مروا بقلق كبير جدا بنسميه القلق العام او الجنرال انكزايتي. اي شكل من اشكال المعاناه النفسيه بتؤثر بشكل او باخر على الصحه الجسديه. صحيح دكتور، ساعات الواحد لما يتواجه مشكله يحاول انه هو يفكر فيها، وساعات للاسف ينجرف بهذا التفكير الى ان يحس نفسه انه هو مرهق ومتعب. نعم. هذا التفكير هل له مضاعفات نفسيه؟ أكيد، بس الأول خليني أستمد مقولة من ويليام شكسبير في رواية هاملت. قال إن كثرة التفكير توهن الجسد وتضعف القدرة على تنفيذ الإرادة. نعم. يعني إيه؟ يعني طول ما أنت بتفكر كتير ومشغول كتير بفكرة الماضي والحاضر والمستقبل، بالوظيفة وبأقساط الأولاد وبالمشكلة اللي بينك وبين زميلك أو بينك وبين أحد من أسرتك، كثرة التفكير دي أنت لا يمكن أن تستفيد منها إلا مزيد من الإحباط. صح. ومزيد من تأجيل قرارات قوية أنت ممكن تاخدها، وكمان هيبقى عندك صداع شديد. يبقى أنت مش بس خسرت راحتك النفسية نتيجة التفكير الزائد، أنت كمان بقيت عرضة للإصابة بأحد الأمراض العضوية. نعم. إذن كلما كان الشخص واعي بأن انشغاله الزائد وتفكيره المبالغ فيه والزائد عن الحد هذا ضرر إليه،
دي أول مراحل تجنب التفكير الزائد. لازم يكون واعي أن الأفكار الزائدة والأفكار الكتير جدا لا طائل منها. صحيح. أيضا البعض لما يواجه أزمة وظروف معينة بدال ما أنه يلجأ إلى التفكير يلجأ إلى الانطواء. نعم. يحاول أنه ينعزل عن الناس، ما يختلط بين أهله، يقفل عليه الباب، لا تكلموني لا تحاجوني. جميل. فتأثير هذا السلوك على النفس دكتور. العجيب أنك لما تقعدي مع الناس دول وتقولي لهم أنت ليه معزول، يقول لك لأني أنا شايف أن ده الحل الأسهل علشان أبتعد عن المشاكل وأبتعد عن المصايب اللي جات لي من الناس. مع أنك الطبيعي كإنسان تبقى فاهم أنك خلقت كي تتعايش مع الناس. صح. طبعا ربنا قال في القرآن الكريم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنت كإنسان اتخلقت عشان تبقى موجود وسط الناس. صح. مش عشان تنعزل. طيب هي العزلة بتبقى حل يا دكتور؟ No way. قولا واحدة، العزلة والابتعاد عن الناس لا يمكن أن تكون حل لاسترداد سلامتك وصحتك النفسية وأن أنت ترجع قوي، بل بالعكس أنك تحط حدود ما بينك وما بين العلاقات ده كويس، لكن أنك تنعزل وأنك تنطوي هتصاب أكتر وهتتعرض أكتر لمشاكل نفسية أضعاف ما تمر بيه حاليا. نعم دكتور، نصائح جميلة وكلام جميل عن المناعة النفسية، لكن حابين ناخذ منك كلمة أخيرة ونصيحة لمشاهدينا. النصيحة ثلاث نقاط يا دانا. خلينا نقول إزاي نزود المناعة النفسية سريعا، ثلاث نقاط. النقطة الأولى The power of now، قوة اللحظة. النقطة الثانية إنك تساير عقلك اللاواعي اللي هو أصلا بيضرك واللي هو أصلا في خلال 60 دقيقة بيمدك ب4000 إلى 6000 فكرة. نعم. معظمهم غلط. النصيحة رقم ثلاثة، كون علاقات اجتماعية صحية، ابتعد عن المستغل، ابتعد عن سارق لحظاتك الجميلة، ابتعد عن الشخص المؤذي اللي دايما بيفكرك أو دايما بيشجعك للأذية. نعم. دي نصيحتي. نصيحة جميلة جدا. شكرا لك الدكتور عبد الناصر علاء اختصاصي علاج نفسي على تواجدك معنا اليوم. شكرا لك يا دينا، وشكرا للسادة المشاهدين وعلى استضافة الجميلة. نعم مشاهدينا احنا مستمرين معاكم، لكن من بعد هذا الفاصل. أنجز مجموعة من الشباب الكويتي المميز مشروع تركيب الحوت مينا في المبنى الرئيسي للهيئة العامة للشؤون الزراعة والثروة السمكية. الحوت كان قد نفق في أواخر عام 2015. راح نتعرف على هذا العمل مع ضيوفنا في الاستديو، الأستاذ حسين الصايغ مشرف مختبرات، والأستاذ حامد حسين باحث أحياء في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. أهلا وسهلا فيكم. أهلا. نورتونا أكيد. أهلاً. لكن قبل ما نبلش حديثنا خلونا مشاهدينا نروح نشوف هذا الفيديو وراجعين. عاشت لنا الكويت الكويت، وعاش وهلها واللي يحب الكويت الكويت يضحي لجلها. هي عبيت ما فيها منها نروح نبكي وطننا، لبي ما فيها منها نروح نبكي وطننا. عاشت لنا الكويت الكويت الكويت، وعاش وهلها عاش اللي يحب الكويت 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 يضحي لجلها. اليوم أول يوم تركيب الحوت، الحمد لله رب العالمين، قدرنا نركب الجمجمة الأساسية والفك الخلفي حق الحوت، فإن شاء الله هذا الأورينتيشن مالهم. صراحة التجربة كانت رائعة. هذا شغل الكويتيين اشتغلوا بيدهم. كأنهم
يعطيكم العافية على هذا المجهود الطيب، وفعلا يعني ونستونا بهذا الفيديو الجميل ان احنا قاعد نشوفكم وانتم قاعد تشتغلون على هذا المجسم. بداية استاذ حسين، نبي نتكلم على قصة الحوت مينا. حوت مينا هي حوت من النوع البلينوبتريدي إديني اللي هم وايد قريبين من الفصائل الحوت الأزرق اللي ما عندهم أسنان، يتغذون يفلترون يبلعون الماء ويفلترون الأسماك والقشريات الصغيرة ويأكلونها. موجودين الفصيلة هاي موجودة أكثر شيء في الخليج البنغال وصوب الهند، بس بين فترة وفترة يدشون الخليج. فسبحان الله مينا كانت داشة عندنا وانفقت عند داخل جون الكويت. فعقب عملية إخراجها من الماء خذت منه يومين، وكانت وين وقتها مينة الشويخ. فكرامة لمينة الشويخ سميناها مينة. والحمد لله. نعم أستاذ حامد، شنو هي أسباب وفاة ونفوق الحوت؟ بالنسبة حق الحوت مينة، هي أول ما دشت جون الكويت عشان كانت تتغذى، هذا يعني يدل على أهمية جون الكويت بالنسبة حق الكائنات البحرية الموجودة عندنا. فللأسف صار حادث تصادم بينها وبين واحدة من السفن الكبيرة، فأدى إلى كسر الفقرات اللي عندها، العمود الفقري عندها، فماتت على طول يعني من الحادث. من الغلطان فيهم، ما يندرى المخرط المخرط. أستاذ حسين، شو تعاملتوا في البداية مع نفوق الحوت؟ والله يعني احنا أول ما نزلنا مثل ما شفتوا بالفيديو ما شاء الله عليها حجم كبير. ونتوقع يعني استيميشن 45 طن بالوزن. لما طلعوها شركة النفط شاركت وطيابة سفينة من عندهم وحطوها على السفينة ووصلوها لمينة الشويخ. من هناك مع التعاون مع الرقابة البحرية اللي جزء منها الثروة السمكية والبلدية، جابوا لنا كرينات وقعدنا وطلعناها، والحمد لله عقبها نقلناها إلى المختبرات. عملية النقل أستاذ حامد، عملية النقل هذه إلى المختبرات شلون تمت؟ أستاذ مرزوق الهبي مدير إدارة الرقابة البحرية ما قصر، تواصل مع البلدية بحيث أنهم يوفرون لنا الشاحنة بحيث أن تنتقل من مينا شويخ إلى مختبرات الثروة السمكية الموجودة في أمغارة. والحمد لله تسهل الموضوع علينا هناك. إيش كثر استغرق الوقت يعني من النقل من البحر إلى المختبرات؟ استغرق يومين. يومين؟ يومين. واو، يعني مدة طويلة. هل هذا بسبب وزنها؟ الوزن كان مشكلة. شلون ننقلها بوزنها إلى المختبرات؟ المسافة من مينا الشويخ إلى مختبرات السمكية الموجودة بمغارة يعني هذه المسافة مهينة بعد كان. صحيح صحيح. أستاذ يعني لماذا قمتم بدفن الحوت في البداية؟ أي إحنا هو البروتوكول المعترف عالميا يقول لك لما يكون عندك حوت أول شيء تدفنه عشان يتحلل الأعضاء اللحم ويبقى العظام. إحنا مشينا على البروتوكول هذا، ولكن لاحظنا يعني هم عطانا فرصة إن صراحة ما كنا مستعدين إن نستقبل حوت. إحنا نستقبل أسماك في المختبر، دقس ودلفين، بس حوت بالحجم هذا. ففترة الدفن هم عطتنا فرصة إن نذهب المكان للتشريح والشغلات هذه. فهي كانت مثل فترة انتقالية علشان تذهبون لمكان الحوت يعني شيء جميل الصراحة. أنا لأن شفت الفيديو وايد استانست. أستاذ حامد، شو جت لكم الفكرة هذه إن تركبون هيكلة العظمي؟ أوكي، إحنا كنا إحنا علماء في علوم البحار، دورنا إحنا إن نحترم البحر والكائنات البحرية الموجودة فيه. فإحنا قلنا الحوت هذا يعني حرام إن موت تروح حدر على قولتهم. فإحنا قلنا لازم نحنطه بحيث إنه يكون توعوي حق الناس إن شوفوا البحر جون الكويت خصوصا الكائنات البحرية الكبيرة قاعدة تدش وقاعدة تتغذى منه، فليش ما إحنا نحافظ على المكان هذا وعلى جون الكويت بحيث إن إحنا يعني ما نعرض أي كائن بحري حق أي خطر يعني من مثل اللي صار مع مينا. علما أن بالعالم ترى يعني مشكلة السفن واصطدامها مع الحيتان والكائنات البحرية قاعدة تصير مرة ثانية مشكلة، يعني كانت مشكلة موجودة بعدين اندثرت الحين ردت مرة ثانية، فهذا قاعد يسبب انقراض إلى بعض الكائنات البحرية الموجودة. نعم أستاذ حسين، شنو هي التقنية اللي استخدمتوها في عملية الحفاظ على الهيكل العظمي؟ إيه هذه
في نفس ما قلت من البداية في بروتوكول، فاحنا استعملنا البروتوكول ودرسنا الموضوع، وأكثر الدول اللي أنجزت في تجهيزات الهياكل العظمية حق الحيتان هما دول الإسكندنافية واليابان والولايات المتحدة. نعم. فدرسنا واستعملنا البروتوكول مالهم ما ضبط معنا. فلما قعدنا سنة تقريبا سنة تجارب، لاحظنا أن بيئة الكويت مو مهيئة حق البروتوكول هذا. نعم. فقعدنا لما جربنا لما طلعنا بروتوكول جديد بحيث ان نغسل العظام، ومشكلة العظام هو اكثر شيء الدهون اللي فيها. فالعظام الحوت اقرب الى عظام الطيور، الطيور عظامها فيها فراغات عشان تقدر تطير، الحوت عنده فراغات متروسة دهون عشان يقدر يطفح الوزن هذا يطفح في البحر. فالتخلص من الدهون هذه جدا مهمة بحيث انها تقدر تراكبها. فالحمد لله سوينا بروتوكول جديد، والحين قاعد نجهز له بحيث انه ينتشر علميا. نعم. وان شاء الله راح يكون يعني شيء الدوله تقدر تقدمه للعالم. نعم. كبروتوكول حق التجهيزات هذه. نعم جميل جدا. استاذ حامد، ايش كثر استغرقت معاكم عمليه التركيب؟ مينا انفقت شهر 9/2015 بالبحر. عمليه التجهيز اخذت منا تقريبا سنتين، من التنظيف، من النقل، من التركيب، عشان نعرف الكل عظمه وين تركب، فهذا خذ منا تقريبا سنتين من الشغل. والله مده مهينه سنتين. هل كان وقتكم كله مكرس لهذا الامر؟ تقريبا يعني 80% كان موضوعنا بس الحوت، شلون نركب الحوت يعني على حجمه 14 متر تقريبا. نعم. فكل عظمه كانت كبيره، وانه هم كان في عظام مكسوره من الحادث. ايه. فشون رممنا العظام بحيث ان احنا تقريبا نجيبها بالشكل اللي كان موجود بالاساس يعني، فهذا. نعم. هم اخذ منا وقت اكثر يعني. نعم يعطيكم العافيه. اكيد استاذ حسين، اذا بنتكلم اكثر على العقبات اللي صادفتكم. العقبات هو شيء جديد، وميزه الاشياء الجديده تجارب الجديده ان تتعلم، ففي وايد اشياء كررناها وردينا وكررنا وردينا، مثل دفن الحوت بنفسه. احنا عقب ما طلعنا العظام لاحظنا ان الارض اللي بالكويت تحنط اللحم اللي حوالين الحوت حنطته، ولكن العظام بدات تتاكل. ايه. صار حمض داخل الكاركس. فهذا اول درس، ان اذا 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 يا حوت ثالث او اللي هو ان لا تدفن. وبعدين عاد التجارب الغسيل اللي مرينا فيها، يعني تقريبا 25 تجربه. فكل واحدة تيك ما تيك نتيجة وترد وتبدأ يعني تحس بإحساس إنه هل راح أقدر ولا ما أقدر، وتحاول وتكمل وتكمل، يعني فترة سنتين مو بسيطة. صح، مهينة. فالحمد لله لما تشوف نتيجة وتقول أوكي خلاص، تنسى اللي صار وبس تمشي على البروتوكول من اليوم التالي. صحيح. أستاذ حامد، هل يعني ودكم إن أنت وتكررون هذه التجربة مع حيوانات أخرى؟ هذه تجربة جميلة جدا، وخصوصا في هيئة الزراعة يعني في عندنا قطاعات ثانية مهتمة في أنها يتحنط الحيوانات الثانية، لكن كنا إحنا قطاع السمكية فإحنا مهتمين في جانب الكائنات البحرية. وبالعكس يعني هاي تجربة وايد حلوة كانت وفريدة من نوعها يعني. صحيح. هذه مستحيل تتكرر معي أحد، وعلى فكرة هذا كان أول بروجكت لي يعني بالوظيفة يعني، فدشيت لا وجهك خير. إيه. فأول ما أذكر إحنا أذكر أول ما دشيت المختبر حسين خذاني من يدي قال لي يلا اشتغل، أشوف قدامي حوت. اوكي يلا انصدمت طبعا. اي فحوت حوت اوكي يعني. فكانت تجربه وايد حلوه بالعكس يعني مفيده، ويعني مو بس حق اللي مهتمين بالتخصص هذا، حتى حق العامه من الناس. صح. الناس تقدر تشوف شنو في البحر الموجود عندنا بالكويت، شنو يحتوي عليه. صح. كل شكر لكم، يعطيكم العافيه على هذا المجهود الطيب، وان شاء الله نشوف مشاريع اخرى جميله وبهذا المستوى. اكيد شكرا لك الاستاذ حسين الصايغ مشرف مختبرات، والاستاذ حامد حسين باحث احياء في الهيئه العامه للزراعه والثروه السمكيه، على تواجدكم معنا. شكرا. شكرا لكم. مشاهدينا بدوري اقول لكم تصبحون على خير، وخليكم مع الدكتوره الحارث المزيدي وفقره الزواج الذكي. مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين مع فقرة الزواج الذكي.
هدفنا من هذه الفقرة إن احنا نقلل من نسبة الطلاق في حياتنا. الهدف من هذه الفقرة إن احنا نحصل على الغاية من الزواج وهو الإشباع العاطفي. واليوم موضوعنا معاكم جدا مهم يرهق كثير من الفتيات والبنات، والمحكمة سجلت نسبة طلاق على هذا الشيء اللي بنتكلم عنه وهو 24% من نسب الطلاق كانت بسبب تدخلات أهل الزوج. فاليوم بعطيكم ثلاث تكتيكات ذكية شلون البنت تتصرف مع تدخلات أهل الزوج بحيث ما تعود مشكلة في حياتها. فأول نقطة نتذكرها ونتكلم عنها في تدخلات أهل الزوج نسميها الدعامية الضعيفة. شنو هي الدعامية الضعيفة؟ من هو الإنسان اللي دعاميته ضعيفة؟ هو الإنسان الحساس اللي كل نظرة أو إشارة أو نغزة تأذيه وتطلع من توازنه. وإذا تكلمنا عن الإنسان الحساس، كثير من المشكلات اللي تصير مو بسبب تدخلات سلبية، لكن بسبب زوجة حساسة ما رضت بفعل معين أو إشارة معينة أو نغزة معينة فثارت وطلعت من توازنها. فمثلا هذا أحد الأزواج يتصل علي يقول لي زوجتي جتني وقالت لي أنا ما أبي أقعد ببيت أهلك، خلاص طلعني شقة برا. قال لها مو هذا اتفقنا عليه من بداية الزواج، اتفقنا نظل عند أهلي، ليش أذوك بشيء؟ قالت إيه، شلون أمك تعزم فلانة وفلانة وأنا ساكنة عندكم ولا تقول لي أكون موجودة وأنزل؟ هذا مو تقدير لي، هذا شو تسمونه؟ هذا نسميه حساسية دعامية ضعيفة. وأنا قسمت الدعاميات مثل ما يقولون في دورة أسميها الشخصية الذكية إلى ثلاث دعاميات. دعامية الأولى دعامية بيت العنكبوت، وهو الإنسان الحساس اللي أقل تصرف سلبي، أقل طاقة سلبية، أقل نقديلة ينهار ويطلع من توازنه. ثم نيجي حق الدعامية الأقوى شوي وهي دعامية الزجاج أو الدعامية الزجاجية، وهو إنسان يتحمل الطاقة السلبية، يتحمل النقد الليلة بس عنده حد معين وبعده ينفجر وينكسر. ونيجي حق الثالث وهو الأقوى، والثاني هو أكثر الناس دعامية زجاجية، والثالث وهو الأقوى دعامية مثل ما نقول الفولاذية. دعامية الفولاذية عند قلة من الناس، هذا الإنسان اللي إذا يتلى طاقة سلبية، كلام سلبي من الناس، نقد ما يأثر فيه ويكمل بطريقه ويكمل في الأشياء اللي هو قاعد يسويها. لكن تقولي شلون؟ شلون إنسان ما يتأثر بالنقد وما يتأثر بالكلام السلبي الموجه له؟ أقولك نعم، لأن عنده فكرة، عنده اعتقاد قوي إن الكلام السلبي اللي ييله من الناس يعبر عن آلامهم وتجاربهم وما يعبر عن حقيقته وذاته. هو بالتالي يفكر بهالطريقة، يشوف الناس ومشاكلهم بهالطريقة، فبالتالي ما يتأثر كلام الناس، ما يعدي هذا المكان. وبالتالي المرأة هذه اللي تتأذى من هذه التصرفات، ليش عزمت فلانة وما قالت لي، إيش حقة طالعني بهالطريقة، إيش حقة قطت هالنغزة، مثل هذه الأمور الإنسان إذا دعاميته ضعيفة بيت عنكبوت ما راح يتحمل وراح يبدي يطلعني، أنا بطلع ما أبي أكمل، أنا ما أبي أزور إلى آخره. إذا دعاميتها زجاجية تتحمل، إذا دعاميتها فولاذية ما راح تتأثر. فإذا تكتيك رقم واحد، شلون أنا أقوي دعاميتي من الداخل؟ الحساسية شلون أقلل منها؟ شلون أنتقل من دعامية العنكبوتية إلى الزجاجية ومن الزجاجية إلى الفولاذية؟ هذا شيء يحتاج إلى تعلم، لكن حله راح يكون مضمون. هذا التكتيك الأول. نيجي حق التكتيك الثاني لمواجهة تدخلات الأهل، وهو نسميه نقطة جدا مهمة أبيكم تنتبهون لها. التكتيك الثاني هو صد، خلينا نسميها التدخلات، من خلال أني أنا ما أقعد أقاوم أي كلمة يقولونها. وهذه نقطة وايد مهمة، المقاومة تخلي لقدامك أصعب معاك وتخليه أقوى معاك. فهني لما المرأة تكون دائما ما تبي أحد يتدخل، ما تبي أحد يتدخل بعيالها أبدا، لا بلبسهم لا بأكلهم لا بتحركاتهم لا بلعبهم، ولا أم الزوج ولا خوات الزوج، لا حد يتدخل، لا حد يقول إيش حق لبسه كذي. لهذه الدرجة هذه المرأة اللي تمنع التدخل، التدخل راح يجيها بشكل أقوى وراح يصير المسألة عناد. لذلك أنا أقول التكتيك الثاني لا مانع من أن يتدخلون، اسمحي لهم أنهم يتدخلون، خليهم يقولون رايهم في الشيء اللي هم يشوفونه غلط، ثم أنت ابدي رايك أو مثل ما نقول سوف الموضوع إن شاء الله يصير خير وانتهى الموضوع. لما أم الزوج تقول لبس ولدك يعني خفيف وإحنا دشينا بالبرد، لا تعصبين وانتش عليك وكذا، خليها تتدخل، خليها تقول رايها، ثم أنت سوي اللي تبينه. فإذا التكتيك الثاني
اسمحي لهم بالتدخل، لأن احنا دائما نسمع لا يتدخلون أهل الزوج، لا يتدخلون أهل الزوجة. لا، هذا التكتيك يسبب لك وايد مشاكل. تكتيك الصح اسمح لهم بالتدخل ثم أنت قل رأيك أو امشي على الشيء اللي أنت تبيه. التكتيك الثالث والأخير جدا مهم، احنا نسميه شنو هو رصيدك عندهم. لأن أنا بكون صريح معاكم، إذا كانت أم الزوج تحب الزوجة ما راح يكون في مجال كبير للغيرة منها، إذا أم الزوج تحب الزوجة ما راح يكون في مجال كبير لأنها تنتقم منها أو تأذيها. فهني السؤال، شنو رصيدك في قلبها؟ شنو الرصيد اللي أنت زرعتيه في قلبها؟ في رصيد قوي ولا أنت مرة متحفظة في تعاملك معها بعيدة ما تحتكين فيها، وبالتالي هي مو مرتاحة معك وبالتالي ما لك رصيد عندها؟ خل أقول لكم مسألة شلون تبدي، وهذه نقطة وايد عميقة. من قبل الزواج تبدي السالفة، من قبل الزواج البنت عندها في بالها أن أهل الزوج سبب للمشاكل، أهل الزوج راح يدخلون بحياتي، أهل الزوج راح يخلوني ما أتعامل في بيتي في حرية. فهي عندها الفكرة هذه، هي ما تزوجت ولا تدري، لكن سمعت من المسلسلات والأفلام من صديقاتها، فبالتالي داشة وعندها الفكرة هذه. فعادة لما يدش الإنسان وعندها الفكرة والفكرة تتحول إلى فعل ورد فعل، شو راح يصير؟ اللي راح يصير إن هي تتعامل معهم بتحفظ ولو كانوا زينين معها، ما تبي تقعد معهم وايد، ما تبي تحتك معهم وايد، ما تبي تعطيهم ميانة وايد عشان ما يأخذون راحتهم ويتدخلون. أهم أهل الزوج راح يحسون بطاقتها السلبية، وراح يحسون أن هذه المرأة متحفظة، ما تقعد معانا، ما تحتك معانا، ما تطيح الميانة معانا، ما بتتسم. ويوم يشوفونها كذي شو راح يصير؟ حسوا بطاقتها السلبية وراح يبادلونها بطاقة سلبية، راح يبادلونها بسلبية، راح يبادلونها بنوع من النفور، مثل ما أنت تعاملين بنعاملش نفس الشيء. وبالتالي يوم الزوجة تروح لهم تشتكي لهم من مشكلة، يوم الزوجة بتروح لهم تشتكي وتستند لهم على من الزوج ومشاكله، ما تقدر، ما عندها رصيد قوي. والسبب كله من شنو؟ من فكرة هي ما موجودة أو موجودة عندها بشكل سلبي. وبالتالي أنا أقول النقطة الثالثة وهي جدا مهمة، شنو رصيدك عندهم؟ هل أنت معهم طيبة متفتحة تهادينهم تقعدين معهم، ولا أنت متحفظة وخايفة ومتمنعة وبالتالي راح يحصلون بطاقتك هذه وراح يردوا لك نفس الطاقة؟ هذه النقطة الثالثة. إذا أنا وقفت عند النقاط الثلاثة هذول وركزت عليهم، نسبة الطلاق بحياتي بسبب تدخلات الأهل راح تنزل وايد. وهني احنا خلينا نكون صريحين ونختم بالنقطة هذه، احنا ما نطلع الريال من المسؤولية، الريال عليه عبء المسؤولية. أنت يا ريال المسؤول لحماية زوجتك من تدخلات أهلك السلبي. لا، لازم يكون لك رأي في هالموضوع، لازم إذا شفت تدخل، شفت ظلم، شفت تدخل سلبي تقول يا يمة هذا غلط، يا يمة لا تسوين كذي، يا يمة هذا الشيء قاعد يضايقني، ترى هذا الشيء مو من العقوق. إذا كنت تظن هذا من العقوق أنت غلطان، هذا الشيء مو من العقوق. العقوق هو النهر، العقوق هو الجحد، هو الأوف. لكن لما تقول لها يمة سو سمحتي خليني أنا وزوجتي لا تتدخلين في هذا الموضوع، هذا مو من العقوق. وبالتالي أنت حميت زوجتك ودافعت عنها، وهذا من الواجبات، من واجباتك أنت كزوج، كون الله عز وجل فضلك بالقوة على الزوجة. فهني إذا يمعنا هالنقطتين، الزوجة قوت دعاميتها وسمحت بتدخلاتهم لكن هي سوت اللي تبيه في الأخير، و كونت رصيد قوي عندهم، والزوج قام بواجباته بحيث إذا صار تدخل سلبي جدا من أهله وخواته وقفهم وما تعاطف معهم على حساب الزوجة وما كان ظالم، إذا يمعنا هذا مع هذا المشكلة راح تنعدم والأمور راح تكون هادية، وتدخلات الأهل عمره ما راح يعود مشكلة في حياة الزوجين. هذا اللي حبيت أقول لكم إياه في فقرتنا، فقرة الزواج الذكي. إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، وخليكم معانا في كل يوم أربعة مع فقرة الزواج الذكي. تصبحون على خير، حياكم الله.